ده أول ظهور لحضرتك. نعم. بعد أول ظهور الفوز بمنصب. أول ظهور كان النهاردة. آه. ليه؟ لأن أنا برضو طوال الفترة اللي فاتت اللي هي كانت فيها اللجنة قائمة بالحصر، أنا لم أظهر ولم أذهب إلى النقابة قط. تقاطرت الأنباء على فعل صغيرة لتعطيل عمل اللجنة وتعطيل يعني إعلان النتيجة، لدرجة أنه موظف في النقابة في إسكندرية هرب بمحضرين واختفى، وقيل أنه محرض من أحد بعين أحد برضو المية. أنا لم أتدخل. طب خلينا نتكلم في الجدي. يا شاء حظه. لا لا يعني ده متصل بالسؤال بتاعك الأولاني. ويعني سوء حظه تم ضبطه واعترف اعترافات تفصيلية بمن حرضه على القيام بهذا توطئة للحكم ببطلان الانتخابات إذا ما انضمش المحاضر دي. ومن هنا يعني يحمد للجنة، اللجنة القضائية اللي من النيابة الإدارية، أنها كانت حريصة جدا على سلامة الإجراءات. هرجع أقول أنا برضو قلبي مفتوح للجميع، وعسى وعلى أن يكون هناك استعداد للتلقي. وفي الآخر يا فندم برضو الحكم عنوان الحقيقة بالزبط. بالنتيجة اللي بالزبط. حصلت لما دي مش محل الشك، يعني أنا فرق 9400 صوت خلاص. يبقى احنا نقطة بقى ومن أول السطر طبعا. مش حاجة بقى فرق 200 ولا 10 ولا 30. أيوه. 9400 صوت. أيوه. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. طيب نتكلم بقى في اللي جاي. أيوه. أول رسالة ممكن تبعتها لمحامين مصر النهاردة إيه؟ أنا أول حاجة وجهتها النهاردة للمحامين في النقابة إن أنا أولى أولويات المهام التي تشغلني رعاية المحامي والمحامية إذا انتابه مرض أو عجز، لأنه في حالة ضعف، أو إذا رحل وترك أيتاما وأرملة. هنا أنا ربما المحامي وقت الإقبال، إقبال الدنيا عليه والدخل عليه، ما هوش محتاج للنقاب. يعني أنا واحد من الناس، أنا أجريت عمليات جراحية كثيرة جدا سلامات. إنما أنا عمري ما خدت من النقابة مليم. ليه؟ لأن أنا قدرت إن أنا مدام أنا قادر على علاج نفسي أترك الميزانية دي لغيري يحتاجها أكتر. إنما ليس هذا هو حال كل واحد، فبالتالي أولى واجبات وأولويات العناية لما المحامي يمرض أو يعجز أو يفارق الدنيا، يبقى ده حيثير ملف العلاج وده حيثير ملف المعاشات. الملفين دول ملفين كبار جدا ومهمين جدا، وللأسف أصابهما انحدار شديد. الخروج من هذا الانحدار يستوجب رفع مستوى العلاج ورفع مستوى المعاش ووصوله إلى مستحقيه في كرامة بلا إهانة. ده يترتب أو يستلزم أولا أنه ميزانية النقابة ترتفع. إذا ارتفعت ميزانية النقابة هتزداد قدرتها على الوفاء بكلي الملفين. عندنا بند اسمه بند الإيرادات، في بنود رئيسية فيه دمغات المحاماة، ده بند رئيسي. الرسوم شهر العقود بند رئيسي، أتعاب المحاماة بند رئيسي، الأراضي التي سحبت نتيجة التقاعس في سداد أقساطها إذا استردت أو استرد بعضها بند إضافي. هذه البنود تحتاج إلى إنعاش أولا، وتحتاج إلى ضبط حتى لا يتسرب منها أموال إلى خارج النقابة. عندنا في المقابل بند المسؤول. خزينة النقابة على حسب تصريحات النقيب القديم فيها حوالي 750 مليون. معلش يا فندم سيبك من التصريحات، حضرتك أنا بكلمك في حقائق. أنا شكلت لجنة النهاردة للجرد وجرد كل حاجة، لأنه في حاجة اتعلمناها. يعني الأرقام دي غلط يا فندم؟ أنا لا قلت غلط ولا صح. يعني فرقي بين الدعاية الانتخابية والكلام الملقى على عواهنه وبين الحقائق. أنا اللي أنا هقوله برضه مش هطلق كلام على عواهن. أنا قررت النهاردة قرار رقم واحد. يعني تشكيل لجنة. مش عايز تطلع تصريحات بدون إجراءات إدارية تشكيل أو لجنة. قانونية. تشكيل لجنة. عندنا حاجة اتعلمناها زمان وقتما أن كنت ضابطا في القضاء العسكري بالقوات المسلحة، حاجة اسمها قطع الدفاتر. يعني حينما يجي واحد مثلا أمين عهدة جديد هيستلم من أمين عهدة قديم، لازم يقطع الدفاتر عشان الموقف امبارح يوقف والموقف تسليم وتسلم. يعني التسليم والتسلم، بس يبقى واضح النهارده في ايه وامبارح كان في ايه. فانا شكلت لجنه النهارده في منهم 2 من اعضاء المجلس ومنهم 3
من العاملين في النقابة للجرد، جرد الخزينة والحسابات والعهدة كل حاجة طبعاً. علشان كل حاجة تبان. ليه؟ لأنه الكلام سهل، إنما العمل محدش يقدر يلوم حضرتك في اللي بتعمله. طبعاً بس.